خلينا كرم يعني. نسأل برضو يعني رئيس الجهاز الفني لمنتخب مصر البارالمبي لألعاب القوة المهندس محمد عيسى معانا على التليفون. صباح الخير يا باشمهندس، أهلا بحضرتك وبهنيك على هذا الإنجاز اللي حققه المنتخب. الله يخليك، صباح الفل، ازي حضرتك؟ صباح الفل. يعني حضرتك ممكن تقول لنا بقى إزاي بيتم الاستعداد ومرحلة التدريب ما قبل المشاركة في مثل هذه البطولات الدولية أو العالمية، خاصة يعني إنه كريم وخليني أفتن عليه قال لي ما كانتش فترة إعداد كافية. لا هي ما كانتش كافيه. انا هقول لحضرتك اللي بيحصل كالعاده. يعني النهارده ان شاء الله احنا عندنا في نشاط محلي بالنسبه للجنه البارالمبيه المصريه. النشاط المحلي ده بيتخلله بطولات بتكشف عن جميع العناصر الطيبه في جميع انديه مصر، وبناء عليه بيتم انتقاء افضل العناصر. والحمد لله احنا دي كانت برضو من ضمن استراتيجيات اللجنه البارالمبيه المصريه، ان هم يتم اختيار اللاعبين بضمن معايير محدده. المعايير المحدده دي طبعا كانت اولها معيار السن علشان يقدر يكمل معانا لخطه 2028 الدوره البارالمبيه المصريه، الدوره البارالمبيه 2028. وافرزت طبعا عن افضل العناصر، كانوا عباره عن 8 لاعبين، ومنهم الابطال اللي مع حضرتك دلوقتي من صغيرين في السن، وربنا كرمهم الحمد لله قدرنا ان احنا ندخل المعسكر 4 شهور فقط قبل دوره فزاع البارالمبيه اللي هي في الامارات، اللي هم اشتركوا فيها وجابوا فيها الميداليات الجميله دي. فال4 شهور فعلا دي كانت نهايه فتره اعداد عام، ما هياش كانت فتره كافيه للمعسكر، احنا لسه بادئين. والحمد لله يعني دعوات حضراتكم معانا ان شاء الله، عندنا مشاركه تانية في شهر 5 في بطوله ايطاليا المفتوحه، وبعد كده عندنا في بطوله عالم. خليني اتوقف عند نقطه مهمه، وطبعا صباح الخير يا باشمهندس محمد. صباح الخير. الكشف عن المواهب، حضرتك قلت ده من خلال جوله في كل الانديه على مستوى الجمهوريه، نتكلم على الانديه فقط ولا كمان مراكز الشباب؟ لان مراكز الشباب ساعات كتير بيكون فيها العديد من المواهب الحقيقه. لا والله، طبعا اقول لحضرتك احنا عملنا ده سؤال جميل جدا. احنا عملنا حاجه هايله قوي. احنا عملنا الاول نشاط محلي خاص باللجنه البارالمبيه المصريه ضمن الاستراتيجيه الجديده، ان احنا نعمل بطولات محليه مكثفه، بمعنى ان احنا مثلا بنعمل بطولات مناطق، بنعمل بطولات جمهوريه، بنكشف ده مصرح ليها يشارك فيها جميع الانديه المصريه وجميع مراكز الشباب. عظيم. دي اول حاجه. فطبعا دول الناس اللي احنا بننتقي منهم افضل عناصر رقميا طبقا لنتائج البطولات. بس احنا ما بنعملش كده بس، احنا بنعمل كده وبننزل كجهاز فني كامل معانا الساده المدربين الافاضل اللي هو الدكتور اسامه والكابتن ياسر فتحي والكابتن احمد خيري والكابتن محمود العطار، كل دول بينزلوا نبتدي ان احنا نعمل سيرفي على كل اللاعبين اللي موجودين في بطولات الجمهوريه دي. طب احنا لقينا واحد مش محقق رقم يقول ان هو يخش المنتخب ولكن هو خامه كويسه، فبنبتدي ندخله ضمن حاجه اسمها مراكز التدريب. مراكز التدريب دي مفتوحه لجميع العناصر الطيبه اللي موجوده على مستوى جمهوريه مصر العربيه، ان هو متاح له ان هو كخامه كويسه يقدر يخش. في شرائح عمريه معينه بنتكلم فيها؟ احنا طبعا بنفضل الشرائح العمريه، ولكن احنا النهارده لو لقينا واحد عمره السني كبير ولكن محقق رقم كويس، لا لازم ناخده. بناخده ونطور من رقم، بس ده يبقى ليه شغل تاني. الشغل التاني غير الشغل الخاص بالسن الصغير، ولكن ده ليه شغل وده ليه شغل. وبناء عليه بنبتدي ندخل دول في مراكز التدريب الخاصه باللجنه البارالمبيه المصريه. دي عباره عن المفروض مشروع، والمشروع ده الحمد لله تم الموافقه عليه من وزاره الشباب والرياضه، لجنه البطل البارالمبي مع الدكتور اشرف صبحي. طب باشمهندس محمد، احنا بنتكلم في بطوله مهمه جدا شهر 5، بطوله ايطاليا المفتوحه، وفي كمان بطوله العالم او اولمبياد باريس في شهر 7 اللي جاي، ازاي هنستعد ليهم؟ خاصه انه الاحتكاكات الدوليه اكيد بتفرق لما نيجي وقت البطوله الفعليه. هو ده طبعا كلام صح 100%. احنا عندنا بطوله العالم في باريس دي مهمه جدا جدا. ليه؟ لانها هتتعمل على نفس ملاعب الدوره البارالمبيه باريس 2024. وبناء عليه احنا اخترنا حاجه وعملنا برضو من ضمن الاستراتيجيه ان شاء الله باذن الله يتم تنفيذها، ان احنا بنعمل معسكر مغلق هناك في باريس قبل البطوله ب10 ايام، بحيث اللاعبين ياخدوا على جو البطوله وياخدوا على جو المنافسه، وفي نفس الوقت يعيشوا اجواء الملعب نفسه اللي هيلعبوا فيه في المنافسات الفعليه في باريس 2024، ويتم تكرارها في باريس 2023 قبل البطوله باذن الله. حاجه عظيمه جدا الحقيقه. كل الشكر للمهندس محمد عيسى رئيس الجهاز الفني منتخب مصر البارالمبي لالعاب القوى.